عليكم متابعينا الكرام اينما كنتم، ان شاء الله بخير وعافيه. طولت ما عملت لكم فيديو، انا جبتكم لفيديو جديد بخصوص رمضان. عايزين نعمل جزء من تفريزات بتاعه رمضان، وخليكم متابعين معي. اول حاجه عايزه ابدا بالصوص. اول مره اعمل الصوص في الغنبي تحتي، بعمله كثير في البيت لكن حاولت اجربه معاكم عشان انتم تستفيدوا. والصوص طبعا فيه دكات كثيره وان شاء الله حتستفيدوا، وباقي الوصفات برضو ان شاء الله تعجبكم. يلا خليكم معي ونبدا. يلا هنا عندي طماطم لينه شويه وتكون حمرا شويه كده، وهنا عندي زيت، وهنا عندي حبتين بصل. يلا زي ما شايفين هنا البصل حقوم انزله على الزيت. يلا زي ما شايفين البصل انا ما حخليه يتخبع يبقى احمر، بس حمر شويه كده بسيط، بس كده ياخذ نار وليل يعني ما ياخذ نار كثير. يلا حاسينه. يلا حابدا اخلط الطماطم. ولا عصير الطماطم في البصل زي ما شايفين البصل ابيض فتحته خفيف، راح انزل فيه بمعلقه بتاعت معجون الطماطم. يلا زي ما شايفين هنا عندي بابريكا، بهارات مشكله وسكر وملح بتاع البحر عشان بعدين يدي طعم كويس في الصوص بتاعنا، والسكر بيدي وزنه كويسه بيكون موزون. او يلا بعد ذاك نستخدمه كل مره شويه في كل طبخه. يلا زي ما شايفين. يلا طبعا خلينا الصوص بتاعنا في النار شويه ونخليه على نار هاديه. يلا هنا عندي بصل زي ما شايفين، عايزين نعمل التفريزه بتاعت البصل لانه في رمضان بعض مرات بيكون ما في زمن، بعض مرات بيكون في زحمه بتاعت شغل، لا ممكن تفرز البصل وتحطيه في التلاجة. يلا نبدا التفريزه بتاعت البصل. يلا زي ما شايفين البصل حابه انضفه واقطعه. يلا زي ما شايفين دي الطريقه بتحتينا. عندي جزر، الجزر طبعا بنستخدمه كثير في انواع كثيره من انواع الشرب، وكل الناس طبعا بتستخدم نوع معين من الشرب، عشان كده انا حاسه عايزه اقطعه وافرزه، بس بعدين بتشيليه وبتستخدميه. اوكي يلا نبدا نقطعه ونضفه وبعد ذاك شنو نقطعه. يلا زي ما شايفين دي الطريقه، الان قطعتها به وبعد ذاك ندخله ونفرزه في الثلاجه زي ما شايفين. او يلا نشوف الخطوه البعديه شنو. يلا هنا عندي فلافل، هنا عندي كبكبه بتاع الفلافل اللي هي الطعميه، عندي هنا كزبره وشمار وبصله، وهنا الشطه طبعا اختياريه، وهنا عندي توم ممكن كان ما عايزه تستخدميه حسي في الوقت الراهن عشان هو عايزه تفرزيه ممكن، لكن انا خديت فوق التوم لانه حاستخدمه، بس قلت اوريكم الطريقه بتاعت التفريز بتاعته. يلا حسي طبعا الفلافل في رمضان الناس بتستخدمها كثير، بالذات في العشاء بتعمل بها الفول، وبالذات بعض مرات بتضيفها اثناء الفطور. يلا نبدا نسحن الحمص ولا الكبكبه. يلا زي ما شايفين هي اتسحنت معي كيف. يلا ريحت لكم تاني. زي ما شايفين هنا عندي لحمه 1000 جرام اللي هي كيلو، او هنا عندي بصلتين كبار، او هنا عندي بهارات مشكله وكاري وبهار بتاع خضار، وهنا عندي توم وملح وقرفه، او هنا عندي الكزبره زي ما شايفين، وهنا عندي شويه من السمين. يلا هنا نرجع تاني هنا زي ما شايفين طلعت معانا كده. يلا هنا ننزل على البصل. يلا نبدا. يلا انزل على بشويه من السميد. يلا هنا عندي البهارات ذكرت عليكم. يلا هنا في النهايه اقوم انزل عندي زيت نباتي بعد ما يتماسكوا كويس. يلا تاني ابدا زي ما شايفين تاني ارجع مع بعض لحد ما كلها تتماسك او تتجانس مع بعض مع البهارات زي ما شايفين. ما تدفيك من اليد ما زي اول. يلا تبدي تسويها بالاشكال اللي انت عايزاه. انا عملت الشكل ده زي ما شايفين. يلا زي ما شايفين دي عندي الاكياس بتاعة التفريز. يلا هنا عندي الكمية البديل ده شوية شوية، انا ما حاستخدمه كتير لانه اكتر شي حاستخدمه في الشوربة. يلا هنا زي ما شايفين ده البصل. يلا زي ما شايفين ده البصل، طبعا البصل بعد قطعته ممكن تديله الهوا شوية ما طوالي على طول، تقوم تحطيه في الكيس وتفرزيه شوية كده في الهوا. يلا جينا هنا تبعتنا بتاعتنا شايفينها. يلا زي ما شايفين الصوص بتاعنا طلع كيف، كل مره نشيل ونستخدم منه. يلا حابدا انزل في الكيس بتاع التفريز. يلا عندي الكيس ده مقاس كبير في الكيس ده. يلا خلاص وصلنا للطاوله النهائيه زي ما شايفين. هنا شايفين ده الجزر الكمية اللي عملتها، أو يلا زي ما شايفين هنا البصل، البصل عملته كافي زي ما شايفينه، زي ما شايفين هنا دي الفلافل زي ما شايفين. يلا
يلا ما طعمته ولا بخرته. يلا هنا عندنا ده الصوص، يعني بيقولوا ده البطل بتاعنا الليلة بتاع الفريزة حقتنا ده الصوص. اسمع عليكي ايه تنزلي، وفي حاجة انت عايزة تعمليها تبدي تستخدميها. او يلا هنا الكفتة زي ما شايفين عملت على ثلاثة زي ما شايفين، هنا ده كيس وهنا وهنا. دي الحاجات اللي قلت الليلة فجزة عليكم. ان شاء الله التفريزه تكون عجبتكم. رمضان كريم كمان مقدما، اصوموا وتفطروا على خير. لما نتقابل في فيديوهات ثانيه وفيديوهات كمان ووصفات كثيره، او ما تنسوا الاشتراك والدعم عشان اقدر اقدم لكم الاحسن والافضل في الغداء. طلباتكم كلها مجابه. اكتبوا لي في التعليقات لو عايزين اي طبخه اعمل عليكم، اي تفريزه اعمل عليكم قبل رمضان ولا في رمضان برضو لو عايزين اي حاجه اكتبوا لي. يلا في امان الله نتقابل في فيديوهات ثانيه ووصفات ثانيه جميله. ان شاء الله التفريزه تكون نالت اعجابكم، وفي امان الله ومع السلامه. وما تنسوا بعدين تعملوا اشتراك واعجاب.